Good afternoon, everyone. How are you today? Today is Tuesday. The date is 1 of December 2020. We are in Unit 4. What's the title of our lesson? Shuhadwan Darsi Sadis. From a railway carriage. From a railway carriage. يعني من حافلة السكة الحديدية. هلا أهم شيء بدنا نعرفه يا سادس about our lesson today that it is a poetry. يعني هو شعر مش درس عادي مش فقرة عادية. درسنا اليوم هو الشعر. شو أهم الأشياء اللي لازم نعرفها عن أي شعر بنقرأه؟ إذن poetry يعني شعر. لازم نعرف poet اللي هو الشاعر. أوكي. لازم نعرف انه اللي بنقرأها هي poem اسمها قصيدة. اوكي. ونعرف شو هي الستانزا المقطع الشعري الموجود في القصيدة. اذن في اربع مصطلحات مهمة يا سادس لازم نعرفهم لما احنا بندرس poetry شعر اللي هم poet الشاعر, poetry شعر, poem قصيدة, ستانزا مقطع شعري. اوكي. هلا who is the poet of this poem, يعني من هو الشاعر اللي كتب هاي القصيدة يا سادس؟ His name is Robert Louis Stevenson. Robert Louis Stevenson. هذا اسم مين poet الشاعر اللي كتب هاي poem القصيدة. Okay سادس. Now, before I explain the poem, you must know the most important words. لازم نعرف أهم الكلمات واللي مطلوب منا حفظهم. Okay? Hedges يعني أسيجة. Hedges. Ditches. Ditches يعني خنادق. Tubes. Tubes. أفواج. Meadows. Meadows. مروج. اللي هي المروج الخضراء. Stations, stations, محطات. Gaze, gaze, يحدق. Daces, daces, هي اللقالق أو المرجان أو هاي الأشياء. Forever, forever, للأبد, للأبد. إذن هدول الwords يسادس مطلوب منكم حفظهم وتسميهم. Okay. Now open your student box on page 28 and 29. I will explain the lesson. Okay. From a railway carriage. من حافلة السكة الحديدية. طبعا a railway يعني سكة حديدية و carriage حافلة. من حافلة السكة الحديدية. Look to the picture. This is a railway carriage. Okay. Faster than ferries. Faster than witches. يعني هلا الشاعر بدأ يوصف برحلته في الحافلة. أسرع من الجنيات. أسرع من الساحرات. أوكي. Bridges and houses. الجسور والبيوت. Hedges and ditches. الأسيجة والخنادق. And charging along like tubes in a battle. Charging along يعني إنها تسرع, الحافلة تسرع. Like tubes in a battle كأفواج من الجنود في باتل معركة. All through the meadows تسرع عبر المروج الخضراء. The horses والأحصنة and cattle والمواشي. All of the sides of the hill وجميع المناظر للهضاب. And the plain والسهول. Fly as thick as driving rain. تسافر الحافلة بيوصف فيها أنها تسافر مثل الأمطار النشيطة أو الغزيرة. And ever again وأبدا لا يعود in the wink of an eye في طرفة عين. يعني أنت بتمشي عن هاي الأشياء بطرفة عين وما بترجع إلها وأنت راكب الحافلة. أوكي. Painted stations whistle by يعني لما بيوصل للمحطات لازم يوقف فيها. Whistle by بيصفر القطار بيوقف فيها. أوكي.
Here is a child. هناك طفل. Who clambers and scrambles. يتسلق ويتسابق. All by himself. لوحده. And gathering brambles. ويجمع أشواك العليق. هاي نبتة بتكون في الغابات أظن. Here is a tramp. هناك متشرد. Who stands and gazes. يقف ويحدق. يقف ويحدق. And there is the green. وهناك اللون الأخضر الإخضرار. For shrinking the daisies. المرافق للآلئ. يعني كان نلاقي فيه اللآلئ يبدو أنه بيكون فيه أخضر. Here is a cart. وهناك عربة. Run away. تمشي in the road. في الطريق. Lumbering along. تحمل. With man and load. رجل وحمولة. And here is a mill. وهناك طاحونة. تعرفوها هي أظن المل القديمة. And there is a river. وهناك نهر. هي الريفر شايفين. Each a glimpse. كله بلمحة واحدة. And gone forever. ويذهب للأبد. يعني وانت راكب هاي railway carriage. بتشوف هاي الأشياء كلها اللي صورها الشاعر وحكى عنها. بنشوفها بس glimpse لمحات and gone forever وتذهب للأبد يعني ما رح نرجع نشوفها إنه القطار رح يضل ماشي بطريقه. Who is the poet من هو الشاعر هي روبرت لويس ستيفنسون. Now open page 30. Look here, we must know what is a poem. ما هي القصيدة؟ A poem is a piece of writing in which the words are arranged. إذن هي كتابة بتكون فيها الكلمات مرتبة. In separate lines. في أسطر منفصلة. لاحظوا مش مثل الفقرة بتكون متتابعة. لا بتكون lines أسطر. Often ending in rim. وغالبا تنتهي بقافية. تعرفوا شو هي القافية يا سادس. And are chosen. يتم اختيار الكلمات for their sound. لصوتها. And for the images and ideas they suggest. وللأفكار اللي فيها. يعني لاحظوا لما أنا بختار الكلمات. كيف بختارهم هون. Witches. Ditches. نفس الرم. نفس القافية. إذا بختارها لمعناها. يعني شو المعنى اللي رح تعطيني إياه هاي الكلمة. إنه يكون مناسب مع القصيدة. وكمان للساوند. لصوتها. إنه يكون الساوند تبعها مناسب مع اللي قبلها. شفتوا كيف؟ هاي هي بتم طريقة اختيار الوردز في الباوم. في القصيدة. أوكي. Now I want to talk about a stanza. What it is stanza? هو المقطع الشعري. Is a division of four or more lines. هي هو مقطع من أربع أسطر أو أكثر. Having a fixed length or rhyming scheme. يعني بيكون إله قافية معينة. The previous poem. القصيدة اللي راحت. Consists of two stanzas. تتكون من ستانزا. اثنين من الستانزا. Now I want to talk about the poet اللي هو روبرت لويس ستيفنسون. روبرت لويس ستيفنسون is best known as the author of the children's classic Treasure Island. إذن هو هذا المؤلف. Look, this is his picture. معروف هذا المؤلف اللي ألف هاي القصيدة السادس إن هو اللي ألف قصة تريجر ايسلاند اللي هي جزيرة الكنز. أكيد كلكم حضرتوها. ممكن إنكم قرأتوها وممكن إنكم حضرتوها في الكرتون أو الرسوم. أوكي يعني قصة كتير معروفة. هو هذا الأورر تبعها المؤلف تبعها. And our selected poem. وهو اللي ألف هاي القصيدة. Okay, he was born in Scotland. في بلد سكوتلاند. بتعرفوا وينها؟ In Europe. في أوروبا. وهي تواريخ طبعا ميلاده وإمه وأبوه. You don't need it. يعني ما بتحتاجوا إنكم تحفظوهم. Okay. Now look here. I will talk about the important words. رح نوضح الكلمات المهمة. English. English. إيش معانيهم؟ Hedges. اللي هي rows of trees. اللي يحكينا أسيجة. يعني بتكون إنه صفوف من الأشجار. Ditches اللي هي قلنا خنادق اللي هي trenches نفس المعنى. Charging along حكينا انه تسرع اللي هي moving fast صح. Tubes افواج اللي هم solidarity جنود. Look, this is tubes.
This is of course ditches. شوفوا الخنادق هيها ditches. وهاي hedges اللي هي على ما يبدو الأسيجة. Tubes, solids هايهم بهاي الصورة. Meadows اللي هي grassland حكينا معناها مروش خضراء. Stations محطات اللي هي train stops الأماكن اللي بيوقف فيها القطار. Climbers اللي هي climbs يتسلق log. Scrambles اللي هي struggles. Prampers, blackberries اللي هو النبات اللي حكينا عنه العليق. Tramp هو homeless person شخص متشرد. Homeless person يعني شخص بلا مأوى متشرد. Gazes يحدق he looks ينظر. Lumbering along moving heavily يعني تتحرك بصعوبة. Lumbering along moving heavily يعني بتتحرك بصعوبة. Okay. هلا اللي مطلوبينكم يا سادس هم هدول تحفظوهم English English meadows اللي هي grassland وstations اللي هي train stops وtramp اللي هي homeless person وgazes اللي هي locks. This is for شايفين هدول الأربعة مطلوبين منكم. Okay. Now يا سادس open your activity book on page 27. This is the homework. هذا الهومورك المطلوب منكم تحلوه. Look here, I will explain the homework so you can solve it. Question 4. Who is a tramp? What was the tramp doing when the railway carriage passed? ماذا كان يفعل المتشرد عندما مر القطار؟ تذكروا شو كان يعمل المتشرد لما مر القطار. اوكي طبعا كله موجود في الباوم وانا شرحته. What was the child doing؟ ماذا كان يفعل الطفل؟ Question 6. What is a poem؟ ما هي القصيدة؟ كمان I explain it. What is a stanza؟ ما هي المقطوعة الشعرية؟ Also I talked about it. إذن كلهم هدول حكينا عنهم هلا and explained them شرحناهم انتو بدكم تحلوهم. اوكي also open page 28 اوكي look here لا اوكي this is not needed ما تحلو 28 يا سادس حطوا عنده x it is not needed مش مطلوب منكم. open page 29 هذا كمان homework عليكم. Write the meaning of each of the following words, then put each in meaningful sentence. اكتبوا معاني الكلمات التالية هدول تكتبوا معانيهم كلهم موجودين بال student book. وضعها في جملة إن أمكن. هلا I explained them all صح وضحتهم حكيت عنهم كلهم موجودين بال student book. اكتبوا لي the meaning of them المعاني تبعتهم وإذا بتقدروا يعني مش ضروري انه تعطوني سنتنس على كل واحدة اللي بيقدر يعملها بيكون كتير منيح اللي ما بيقدر مو مشكلة بس ضروري انه تكتبولي المينينجز تبعونهم. اوكي okay, this is the homework يا سادس.